أقول له ألف مبروك عليك دستورك، وربنا يكمل جميله، والفريق السيسي يكمل جميله معانا ويبقى رئيس الجمهورية. وبقول له الفريق السيسي عشان يبقى رئيس جمهورية ناجحة، قوم بدورك، كفاية نوم، الفلاح يشتغل، العامل يشتغل، المصانع تشتغل، كله يعمل حتى ينجح الاقتصاد وتنجح مصر. هيقبل هيقبل هيقبل، هي مسألة وقت، وهيعلن قبوله وهينزل على رغبة الشعب وكده تكتمل الفرحة. معنا دستور ومعنا رئيس جمهورية، الدستور اختاره الشعب وصنعه الشعب، ورئيس الجمهورية اختاره الشعب وزكاه الشعب، والسيد المشير السيسي هينجح بالتزكية لأن محدش هينزل قصاده، فبالتالي هينجح بالتزكية. وهنا مش هنحتاج انتخابات، خمسة يعني الملايين دي كلها هتزكيه، ومش هنحتاج ترشيح ولا انتخابات، هينجح بالتزكية. كل طواف الشعب عبته بنسبة 100%. هل هم نالوا هذا الحب؟ هم عقلاء وناس فاهمين الأصول، وأعلنوا، أنا سمعت أكتر مرة أن هم أعلنوا بالانسحاب لو السيسي نزل، فالمشير السيسي هينزل وكله هينسحب، ويبقى المشير السيسي لوحده في الميدان، وبالتالي هينجح بالتزكية.